ونحن على درب الأنبياء نسير، وقتلونا كما قتلوا أنبياء الله، وإن شاء الله نلتقي بأنبياء الله في الفردوس الأعلى بلا حساب، ونلتقي بالشهداء في حواصل الطير. أما اليهود أعداء الله الكافرين لهم الجحيم بإذن الله عز وجل، لهم النار بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله لهم نار الدنيا وذل الدنيا وخزي الدنيا قبل نار الآخرة وخزي الآخرة. نحن نؤمن بالله وحده لا شريك له، قوة الله فوق قوتهم، لا إله إلا هو. رضينا بما كتب الله لنا، رضينا، ونسأل الله أن تكون هذه الدماء لعنة عليهم وهي كذلك، وسبب في الانتقام العاجل، نسأل الله أن ينتقم منهم انتقاما عاجلا. هم من ساندهم، هم من والاهم، هم من فرح بقتل المسلمين.